العراقية غادة الشيخلي بطلة سباقات ركض الحواجز، حققت إنجازات كثيرة من ضمنها إنجاز هو أول من نوعه في سباق الحواجز على أعلى قمة جبل في أفريقيا، جبل كليمنجارو، حيث نجحت في تسلق قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاع ما يقارب 6000 متر. وسباق الحواجز كان على فوهة البركان على ارتفاع أكثر من 5500 متر لتحطم بذلك رقمين قياسيين، محققة المركز السادس عالميا. للمزيد تنضم إلينا في استوديو غادة الشيخ لبطلة رياضة ركض الحواجز. صباح الخير. صباح الأنوار. يعطيك ألف عافية، مبروك هذا الرقم الذي حققتيه. وخلينا ندخل في التفاصيل على طول، يعني أنت أول، يعني كنت العربية الوحيدة وضمن العشر الأوائل. خلينا ندخل في كواليس الرحلة، ما هو الأصعب؟ بصراحة يعني لما سجلت بهذا السباق ما كنت متوقعة اللي توقعت اللي صار، كان تقريباً 10 مرات أصعب من ما تخيلته. بس الكوميونتي، الناس اللي كانوا حواليا، كل واحد رايح لسبب، كل واحد عنده شيء أنه يتنافس ويا نفسه، ما رايح يتنافس ويا أي أحد ثاني. فهذا الشعور خلاني يعني أكون هناك وأمارس المسيرة الآن رايحة أسويها كأول امرأة عربية أسوي هذا الشيء. يعني هذا يعني إحنا على الأرض ما شاء الله ونتعب، رك خطوتين ونتعب ونلهف على ارتفاع 5000، كيف قدرت تركضين خاصة أنه نفسي يقل والأكسجين صعب؟ والله بصراحة أنا مسوية هواية أشياء صعبة بحياتي، بس هذا كان من أصعب شيء مسويته. يعني كنت على حافة الموت، بلشت أتشاهد أحياناً، يعني بلشت يغمى علي، بس مارست أنه لأنه أكو ناس مأمنين بي، وأنا بصراحة رحت مو بس يعني أمثل العراق، رحت أمثل الوطن العربي بصورة عامة. لما سجلت بالسباق قالوا لي أنه آخر أسبوع، قالوا لي أنه ما يصير تتسابقين لأن لازم تنضمين إلى منظمة الـ OCR اللي هي سباق الحواجز. فإحنا بالعراق بصراحة ما عندنا هذه الرياضة، فكيف أنضم البلدي لهذه المنظمة إذا إحنا ما عندنا إياها؟ في الآخر لحظة الإمارات قالوا لي تقدرين تركضين يعني باسم الإمارات وباسم البحرين همينة. فمثلت الوطن العربي بصورة عامة، فهذا كان علي الثقل أنه لازم أمثل الطريقة حلوة ولازم أكمل. فالصعوبة يعني كان الفيزيكال يعني البدني، الجسدي خلاص. يمكن بس هو ظل أصعب غادة، يعني أنت عندك طموح وحبة أن أنت تحققي هذا الرقم، ولكن أنت قلتي أن أنا وصلت لدرجة الهلوسة. الهلوسة أنا كمان اللون بيتغير، لون للإزرقاء، بلشت شفت، قمت أشوف أشياء قدامي. يعني ما فكرتيش يعني ترجعي خوفا على صحتك وخوفا على حياتك؟ لا أخلص أخلص، ولا أنه قلت في لحظة من اللحظات أنه خلاص أنا قريبة من الاستسلام، وصلت تعب صراحة؟ لا. لا. لا، لأنه أنا عندي أولادي بالبيت، يعني أحب أكون لهم مثال أنه ما في استسلام، جاي علشان أخلص. شو اللي دافعك؟ أولادي، بلدي، نفسي، أنه أريد أثبت لنفسي أنه أنا قادرة كامرأة عربية. فيعني بطلة، بطلة في البيت، بطلة سباحة بنتك، صحيح؟ بنتي بطلة سباحة. طيب خليني أسألك، يعني أكيد بتحتاجي تمارين لهذا الموضوع، يعني التحدي لم يكن بالأمر السهل. عايزة أعرف موضوع الحواجز كيف تمت في هذه آخر مرحلة تقريبا، صحيح؟ هاي آخر مرحلة. أنا بصراحة سباقاتي هي سباقات السبارتن اللي هي ركض الحواجز. حواجز مثل الناس يكونون، شنو هي الحواجز؟ إنه هي مثل تمرين يكون عسكري، إنه تسلق حبال، تسلق جدران. فالسباق اللي كان على فوهة الجبل ما كان الحواجز ما كانت صعبة، بس لأنه قلة الأكسجين، يعني إنه أي شيء تحاولين تسويه واحد يعني كأنه تسوي رياضة كلش سريعة لمدة 9 ساعات ما في أكسجين، ما في تنفس. فهذا الشعور، بس بتشوفين الناس اللي حواليك وتشوفين إنه وصلتي لهذا، يعني almost خلاص. كليمنجارو خلاص ولا أكو شيء بعد؟
كلمنجارو خلاص، بس فيها هسه حاطه في بالي اشياء ان شاء الله بالمستقبل. اعلى من كلمنجارو؟ يعني ممكن. غادة الشيخ لي بطلة رياضة ركض الحواجز او قفز الحواجز، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، يعطيك العافية، دائما التوفيق.